فالله نار الشوق ما يطفيها، إن لم يزل جمر النوى يذكيها. إن يسلب الروح المهند فالنوى في كل آن حده يفريها. جارت عليها النائبات، جارت عليها النائبات، فشتتت شمل الأحبة بعد قتل أبيها. وتجرعت غصص الأسى لو أنها صبت على الأيام لا تبقيها. وتجرعت غصص الأسى لو أنها صبت على الأيام لا تبقيها. لولا الحنين لما نأت عن دارها، لولا الحنين لما نأت عن دارها، دار تنزلت الملائك فيها. رحلت رحلت ونار الشوق تلهب قلبها، للقى الرضا مولى الأنام أخيها. لكن ساوة بددت آمالها، غدرت بإخوتها ومن يحميها. فمشت إلى قم تجود بنفسها، تبكي الحنين وعينه تبكيها. صدا آیتم بله صدا نداره، صدا بده، صدا اینجا داره، اینجام داره. سلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة وهذه التغطية المميزة في ليلة وفاة كريمة أهل البيت سيدة عش آل محمد فاطمة المعصومة سلام الله عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإحياء هذه المناسبة، وأن يوفقنا في فقرات هذا البرنامج الذي أعده كادر قناة كربلاء الفضائية. أغتنم الفرصة في بداية هذه الحلقة لأشكرهم على كل الجهود التي قاموا بها وهذه الفقرات التي أعدوها في مثل هذه الليلة المهمة وهذه المناسبة الأليمة. أغتنم الفرصة أيضا في بداية الحلقة لنتوجه سوية ونلقي التحية والسلام على صاحبة هذا المقام وهذا المكان المقدس السيدة المعصومة سلام الله عليها. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا زيارتها وشفاعتها في الآخرة. مشاهدينا الأكارم، ليلة البارحة عرضنا لكم مقاطع من فيلم أخت الرضا الذي عرض لأول مرة في مدينة قم بمناسبة وصول السيدة إلى هذه المدينة المباركة، حيث عرض من زمن وصولها إلى ويعرض أيضا، يستمر العرض إلى مثل هذه الليالي، ليالي وفاتها سلام الله عليها. وقد لاقى هذا الفيلم استقبالا كبيرا وترحيبا من قبل أهل المدينة. نأمل أيضا أن يلقى هذا الفيلم ترحيبا
في العراق واستقبالا ومشاهدة من الإخوة في العراق، الإخوة والأخوات إن شاء الله يشاهدون هذا البرنامج، وهو فخر لكادر قناة كربلاء الفضائية الذين قاموا بإنتاج هذا الفيلم، هو فخر ووسام عزة لهم ودخر إن شاء الله لهم في الدنيا والآخرة بحول الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى القبول، وأدعوكم لمشاهدة أيضا مقاطع لم نعرضها ليلة البارحة، نشاهد هذه الليلة مقاطع أخرى، نتابع هذه المقاطع سوية. يجب على أختي ولي العهد أن تستعد للسفر إلى العاصمة. المأمون أزاح القناع عن وجهه الحقيقي، لن تبلغ أي قافلة العاصمة مرو. نحن سادة القافلة، لن نسلك الطريق الذي اجتازوه بأخينا. تبدأ رحلة السفر دائما بمرارة الوداع والافتراق عن الأهل. ما المصير الذي ينتظرنا برأيك؟ من الذي اختار هذا الطريق الذي يعج بأنصار آل علي؟ اذهبي إلى المقبرة واستمعي، وما الذي تقوله ضد الحكومة؟ انتبه جيدا إلى المرتفعات، إذا لاحظتم ما يثير الشكوك أخبروني فورا. إذا شاهدنا هذه المقاطع من الفيلم المميز للسيدة فاطمة المعصومة أخت الرضا سلام الله عليها، نسأل الله تبارك وتعالى القبول لجميع من شارك وساهم في إنتاج هذا الفيلم، لا سيما قنوات كربلاء، مجموعة قنوات كربلاء الفضائية. في الواقع هذه الليلة ليلة مميزة هنا في هذا المكان المقدس وهذا الضريح المبارك، حيث يستقبل آلاف المعزين والزوار الذين يلتمسون البركة بزيارة هذه السيدة الجليلة، ويقصدونها من بعيد لكي تكون شفيعتهم يوم القيامة، ويرفعون أكفهم سوية بالابتهال والدعاء: يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. ونحن أيضا ندعو بهذا الدعاء، أدعو أنا من هذا المكان بالنيابة عن جميع من يشاهد هذه الحلقة في هذه الليلة المميزة، هذه الليلة ليلة وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت موسى الكاظم سلام الله عليه: يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. وأي شأن وصلت ونالته هذه السيدة الجليلة، حيث من زارها وجبت له الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من جميع الزوار هذه الزيارة، وأن يرزقوا شفاعتها يوم القيامة. معكم في فقرات هذا البرنامج وهذه الحلقة فقراتها المتنوعة، ونلقاكم أيضا في الحلقة يوم غد في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في يوم شهادتها، صبيحة يوم شهادتها ووفاتها. لذلك أدعوكم أيضا لمتابعة الحلقة يوم غد. ننتقل إلى فقرة الشعر، ومن ثم إلى زميلتنا في هذه الحلقة الأخت الأستاذة زينب جابر، نتابع فقرات هذه الحلقة سوية. أدعوكم لمتابعة الفقرة التالية. من ذي التي نبع الطهارة أصلها؟ من ذي التي عود ومسك ذكرها؟ هي بنت كاظمهم وأخت رؤوفهم، باب المراد القانع ابن شقيقها، معصومة من غير عصمة ربها، فهي التي عصمت وصانت نفسها، حج القلوب. فكم تردد خفقها ما بين مشهد والمدينة سعيها، قد أشرقت شمس المدينة فاطمة ومضت لقم لكي تغيب بأرضها. قم المقدسة حنت لجلالها وتشرفت بالمرقد الزاكي بها، من زارها
فكأنه زار الرضا، وكأنه قصد البتول وزارها. جاورت سيدة ولذت بأرضها، هي عش آل محمد، فوزي بها. هي عش آل محمد، فوزي بها. حياكم الله زميلي الفاضل، شكرا لكم وتقبل الله أعمالكم. أعزائنا المشاهدين، أحييكم من هذا المكان المقدس، من مدينة قم المقدسة، مدينة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وهذه الأجواء التي نشاهدها سويا في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، حشود الزائرين من كل حدب وصوب. أعزائنا المشاهدين، أنقل لكم هذه الأبيات الجميلة حول هذه المناسبة. سلام عليك من المستجير، سلام عليك من المستجير بقبرك أيتها العالمة، سلام محب أتى من بعيد ليحظى بألطافك الدائمة، سلام بيوم ولدت به فيا ربي تشملني القائمة، لأني لجأت لكهف حصين، لجأت بسيدة عاصمة، لأني لجأت لأخت الرضا ولذت بسيدتي فاطمة. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. أحيي معي من هذا المكان المقدس الأستاذة نعمة حرفوش، الأستاذة والباحثة في التربية الإسلامية، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من هذا المكان المقدس. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. أستاذة نعمة، ورد عن الإمام القاظم عليه السلام أنه لقب السيدة فاطمة المعصومة بفداها أبوها، أو قال عنها فداها أبوها. إذا بدنا نحكي شوي حول مناسبة هذه الجملة، أو ليش صار فداها أبوها، شو ممكن نقول للمشاهدين الكرام؟ نعم، هذه الكلمة إذا دلت على شيء فإنما تدل على مقام خاص، نعم، للسيدة المعصومة، أكده الإمام الكاظم عليه السلام وبيّنه في هذه الجملة. نعم. وهي فعلا مرتبطة بالمقام العلمي للسيدة فاطمة المعصومة، وبتأييد الإمام الكاظم للجانب العلمي من شخصية ابنته السيدة فاطمة. حداثة سن السيدة المعصومة لم تمنعها من أن تكون من أهل العلم. صحيح. وليس فقط أهل التقى وأهل العبادة وأهل النسك وغير ذلك. الإمام الكاظم لم يعش فترة طويلة مع ابنته فاطمة، وإنما نحن نتحدث عن أهل بيت زقوا العلم زقا. هناك حادثة يروى أنه الناس كانت إجمالا بشكل عام تأتي إلى بيوت المعصومين، تقصد بيوت المعصومين وتسأل أسئلتها وتأخذ الإجابات، وبهذا الشكل كانوا يدبرون أمور حياتهم الدينية وغيرها. فالإمام الكاظم كان يسكن المدينة، وذات يوم كان هناك قوم جاءوا من خارج المدينة، وكان معهم مسائل يريدون أن يسألوا الإمام الكاظم، كان معهم كتب، يعني جايبين الكتب وجايين ليسألوا الإمام المعصوم. فالإمام الكاظم والإمام الرضا معا كانا خارج المدينة، هم يأتون إلى بيت الإمام الكاظم، يطرقون الباب فتمد يدها طفلة، نعم، طفلة يعني لم تصل إلى سن البلوغ، وفي بعض النصوص كان عمرها 6 سنوات. هذه الطفلة تأخذ هذه الكتب، فيتركون هذه الكتب عندها ويذهبون ويقولون نأتي في اليوم التالي، لأن الإمام مش موجود، تبلغهم أن الإمام غير موجود.
في اليوم التالي يأتون لأخذ هذه الكتب وهن من خارج المدينة، فبالتالي هن بدون يأخذوا كتبهم ويرجعوا بهذه الكتب. فجاءوا إلى الدار، طرقوا الباب، أيضا فتحت لهم نفس الشخص اللي استلمهم يعني منهم في البداية، وأبلغتهم أن الإمام لم يعد فحزنوا. فذهبت وكتبت الإجابة على هذه الكتب وهذه المسائل وسلمتهم الأجوبة. أخذوا الكتب فرحين وساروا وانطلقوا إلى ديارهم. في الطريق بيلتقوا بالإمام الكاظم وهو في طريق العودة إلى المدينة، فبيخبروا أنه نحن طرقنا الباب وأعطتنا الإجابة، هاي الطفل اللي ببيتك. فالإمام الكاظم بيقول لهم أعطوني هالمسائل لأنظر ماذا أجابت، يعني يريد أن يدقق في هذه الإجابات. فينظر الإمام في هذه الكتب ويبتسم يعني ويقول ثلاثا: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها، لأنها حكمت في هذه المسائل بحكم الله، فهي عالمة. وإذا أشارت هذه الكلمة من الإمام الكاظم، يعني هذا التأييد من المعصوم، هو دليل على علم السيدة فاطمة المعصومة على صغر السن. يعني هذا التأييد لم يكن تأييد عاطفي فقط، لا، هو نظر في الإجابات. يعني عندما نقول نظر في الإجابات، صحيح، فإنما نقول أن الإمام وافق وصدق هذه الإجابات، هو أيد هذه الإجابات، وبالتالي يعني أخذت من هذا التعبير عند الإمام، من هذا التأييد والتزكية، أخذت هذا اللقب اللي هو إن عالمة. وفعلا هي في المجال المقام العلمي هي تسمى بمحدثة الطاهة، يعني هي من الرواة، من النساء اللواتي روين الحديث عن أبائهن، وهي في سلسلة يعني الأحاديث، نجد الكثير من الأحاديث التي تكون اسم فاطمة المعصومة ضمن سلسلة الرواة النساء من أهل البيت عليهم السلام. بهذا المجال في رواية حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عليه السلام، قالت: حدثتني فاطمة، يعني المقصود المعصومة، وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر عليهم السلام، قلنا: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد، قالت: حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي، يعني الباقر عليهما السلام، قالت: حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة ابنة الحسين بن علي عليه السلام عن أم كلثوم بنت علي عليه السلام عن فاطمة بنت رسول الله الزهراء، قالت: سمعت رسول الله يقول: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فإذا بقصر من درة بيضاء مجوفة، وعليها باب مكلل بالدر والياقوت، وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وإذا مكتوب على الستر: بخن بخن، من مثل شيعة علي. هذا نص في سند الرواية كما رأينا فاطمة المعصومة، وهو الجميل في هذا السند الفاطميات، يعني سلسلة رواية الفاطميات، سلسلة الفاطميات في هذه الرواية. فإذا فاطمة المعصومة هي عالمة من النساء العالمات، من بنات الرسالة، عالمة من آل محمد، من عالمات آل محمد، سلام الله عليها. أستاذة نعمت، هون منتذكر بهذا السياق السيدة زينب سلام الله عليها، ورواية الإمام زين العابدين يلي بيوصفها عالمة غير معلمة. طيب هيدا فينا شوي نربط أوجه الشبه بين شخصية السيدة زينب سلام الله عليها والسيدة المعصومة، سواء من ناحية المقامات أو من الناحية العلمية أو حتى من ناحية الجهاد، يعني خروج السيدة زينب سلام الله عليها إلى كربلاء نصرة لإمام زمانها، اتيان أو مجيء السيدة المعصومة سلام الله عليها لإيران كمان أيضا نصرة لإمام زمانها، تلبية لدعوة إمام زمانها. إذا بتسمحي لنا نوقف مع فاصل ونستكمل الإجابة بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعاود الحوار، ابقوا معنا.
أحييكم مجدداً إخوتي وأخواتي الأفاضل، وأحيي كل من انضم إلينا إلى هذا الحوار المباشر من مدينة قم المقدسة، من حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وأستكمل الحديث مع ضيفتي الكريمة الأستاذة نعمة حرفوش. أستاذة نعمة، كنا عم نحكي قبل الفاصل حول شباهة السيدة المعصومة بالسيدة زينب سلام الله عليها. نحن بدأنا من نقطة العلم. نعم. وهذه فعلا هي شبهة كبيرة، يعني كلتاهما سلام الله عليهما وصفهما معصوم بأنهما معصومتان وبسبب العلم. يعني سيدة زينب أنت عالمة يا عمة، أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، ما استنبط منه لدى العلماء بأنها على درجة عالية من العصمة. وأيضا السيدة المعصومة التي لقبها الإمام الرضا بأنها معصومة، والتي أيد أبوها الإمام الكاظم علمها عندما قال فداها أبوها. طبعا هناك شبه في عدة جوانب. الجانب الأول جانب النسب، يعني اللي هو أنه السيدة زينب أخت وليا وبنت وليا وأيضا عمة أولياء، فهذا شبه بين زينب والمعصومة عليهما السلام بأنهما من حيث النسب ينتسبان وتحيط بهما الولاية من كل جانب، ينتسبان إلى خط الإمامة حتى من حيث النسب. السيدة المعصومة هي شقيقة الإمام رضا من أمه وأبيه، والسيدة زينب أيضا هي شقيقة الإمام الحسن والإمام الحسين من الأم والأب. السيدة زينب والسيدة المعصومة اشتهرتا بصفة مهمة جدا، واللي هي صفة العمل بهذا العلم. نعم. يعني المودة الخالصة للولي، طبعا بعد ليس فقط معرفته، بعد الطاعة الكاملة والذوبان في الولي. يعني منشوف أن السيدة زينب لا تلتحق بالإمام الحسين لأنه أخيها، بإنما تكون بين يدي الإمام الحسين لأنه ولي الله. السيدة فاطمة المعصومة لا تلتحق بالإمام رضا فقط لأنه أخيها، تلتحق به لأنه ولي الله، يعني إمام زمانها بهذا المعنى. فالذوبان الكامل في القضية مع الإخوة، مع إخوتهم، الهجرة مع إخوتهم، يعني هذا أيضا شبه. المودة الخالصة للإخوة، للإخوة الذين هم يعني ليسوا فقط إخوة بل هم على المقام العالي والرفعة والشأن، ويعني ذوبان ليس فقط ذوبان المودة، ذوبان المودة، ذوبان الطاعة، ذوبان الحب والتسليم الكامل لإخوتهم. وأيضا في مسألة المصائب، يعني السيدة زينب كانت في كربلاء وشهدت ما شهدت من كل تلك المصائب، إخوتها، أبناء إخوتها إلى غير ذلك من الشهداء. السيدة المعصومة وقفت في نفس الموقف، يعني عندما التحقت بركب الإمام الرضا، عندما انطلقت قافلتها تعرضت لنفس ما تعرضت له السيدة زينب، طبعا مع فارق القياس يعني بطبيعة الحال، ولكن شهدت هذا النوع من المصائب اللي هو قتل الإخوة، قتل الإخوة وأبناء الإخوة. يعني كل هذا التشابه يدل أننا أمام خط مستمر من بنات الرسالة، يعني بنات الرسالة كما الأئمة المعصومين هم خط واحد، هم مسيرة واحدة، هم لنقل تعدد أدوار ووحدة هدف. لكل بنت من بنات الرسالة دورها بحسب الزمان، بحسب المكان، وبحسب الظروف، ولكن كلهم تحت راية واحدة وقضية واحدة. جميل جدا. أستاذة نعمة، السيدة المعصومة سلام الله عليها أتت إلى مدينة قم، واليوم نجد هذه المدينة العظيمة هي صرح علمي وملجأ لكل الشيعة ولكل المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ولدينا أيضا الروايات العديدة التي تحدثت حول شأن ومكانة مدينة قم. ماذا تركت محدثة آل طه في هذه المدينة بعد وفاتها ودفنها هنا؟ مدينة قم في البداية حتى قبل ورود السيدة المعصومة، على لسان أمير المؤمنين هناك يعني هناك نصوص بمكانة هذه المدينة، على لسان الإمام الكاظم هناك نصوص بمكانة هذه المدينة، على لسان الإمام الصادق أيضا. هي مدينة لها خصوصيتها،
يعني وعندما يصفها الإمام الكاظم يقول أنها عش آل محمد ومأوى شيعتنا. ولكن عندما دخلت السيدة المعصومة عليها السلام إلى مدينة قوم، وكانت مدينة قوم يسكنها الأشعريين، والأشعريين هم جماعة الإمام زين العابدين عليه السلام كان قد أعطاهم التوجيه بالذهاب إلى قوم وسكن فيها. سكنوا بقوم سنة 94 هجرية، وبدأوا بتحويل هذه المدينة إلى مدينة يعني إلى إدخال الإسلام إلى هذه المدينة، إلى مدينة مسلمة، لأن بالأصل هي أصلا كانت أرض قاحلة، تربتها حمراء، أرضها مالحة كبريتية إلى غير ذلك. أصلا عندما طلب الإمام منهم أن يتوجهوا إلى قوم هن استغربوا، يعني أنه هذه أرض هي أرض لا تسكن، صحيح. يعني بالأصل هيك، يعني بالأصل بذهنهم أنه هذه أرض لا تسكن وما بدنا نروح، ولكن انطلقوا وسكنوا هذه الأرض. وبالأعم الأغلب هذه القبيلة التي سكنت هن يعني من أشخاص نصيين، يعني رواة الحديث، يهمهم الحديث، يهمهم النص، وبهذا الشكل يعني هن روائيين. فعندما قالوا لموسى بن خزرج أن السيدة المعصومة طلبت بعد ما تعرضت له في ساوة، طلبت أن تدخل إلى قوم، فطبعا سر كثيرا واستقبلها، وهو أخذ بزمام ناقتها وأنزلها في بيته. بقيت في بيته 16-17 يوم بهذا يعني بهذا الحدود، وثم توفيت في بيته ودفنها. من هنا بدأت آثار وجود السيدة المعصومة في هذا المكان. يعني أولا هي حدثتهم بما تمتلك من حديث، بما لديها، هيدي نقلت ما لديها من حديث. وثانيا هذا المكان الذي دفنت فيه أصبح مقصد الطالبيين، مقصد أهل البيت، مقصد جاءت إليه زينب بنت الإمام الجواد بعد فترة، وضعت حصير على هذا المقام، يعني على هذا القبر، بحيث أنه صار في محل يعني معين للزيارة. وتدريجيا صار يتطور يعني هذا المكان، وفعلا صار يأتي إليه المحدثين. يعني زكريا ابن آدم القمي، شو اسمه، الشيخ عباس القمي، أحمد بن إسحاق، وغيرهم كبار المحدثين. الآن إذا ذهبنا إلى قرب الحرم في المقبرة القريبة من الحرم نجد أن هناك قبور لكبار المحدثين موجودة. وتدريجيا صار هذا المكان مكان لتداول العلم ولتداول الحديث، لمذاكرة الحديث، إلى أن يعني صارت هذه المدينة مدينة العلم ومدينة العلماء، وبهذا الشكل الذي وصلت إليه اليوم، من أنها أصبحت مركزا علميا هاما في كل العالم الإسلامي، وفيها المقر الأساسي، يعني عمليا هي والنجف، صحيح، المكانين الأساسيين للعلم والعلماء. أحسنتم أستاذة نعمت. يعني سؤال هيك سريع بختام هذه الفقرة وهذه الحلقة، من وحي السيدة المعصومة سلام الله عليها بأقل من دقيقة اليوم، كيف ممكن النساء بالتحديد أنه ياخدوا قدوة لهم هذه الشخصية العظيمة؟ شوفي، في نقطة كتير مهمة، أنه المرأة هي ركن أساس في هذا المجتمع، ولا بد لها من قدوة، وهذه القدوة لا بد أن تكون قدوة تقود إلى الكمال. نعم، إذا نظرنا إلى سيرة السيدة المعصومة، رغم قلة يعني المصادر ورغم قلة الوارد ذكره عنها، لأن إحنا دائما بسيرة السيدة المعصومة بنحتاج للقرائن لنستدل على المفاهيم والأفكار اللي تستخلص، يعني روايات ونصوص واضحة وصريحة مباشرة ما في عنا، تعرضت للتغييب، للتعتيم الإعلامي نوعا ما سيرة السيدة المعصومة. ولكن إذا نظرنا إلى هذه السيرة، وإذا نظرنا إلى هذه السيدة وكونها بنت من بنات الرسالة، نعم نستطيع أن نقتدي بهذه السيدة بجوانب أساسية، ولعله من أهم هذه الجوانب مسألة معرفة إمام الزمان. يعني هي كانت على قدر من المعرفة بإمام زمانها،
وعلى قدر من المعرفة بزمانها، خولها أن تنطلق نحو الإمام لتنصره بهذا الشكل، لأنه هي عاشت كل الظروف السياسية والاجتماعية اللي عاشها الإمام الرضا، وهي كانت تفهم طبيعة تحديات المرحلة. فلذلك هي يعني هذه صفة مهمة، أنها هي اختارت أن تلتحق وتهاجر إلى أخيها عن معرفة ليس فقط بالإمام اللي رايحة لعنده بأنه ولي الله، عن معرفة وتحديد وتشخيص لدوره. صحيح، لأنه لو لم تشخص أن لها دور كان بإمكانها أن تبقى في المدينة. ونحن نتحدث عن عالمة، يعني لا نتحدث عن امرأة عادية، عن امرأة عادية. نحن نتحدث عن عالمة من حداثة سنها لنا من 6 سنين، وهي أصلا على درجة من العلم. طيب كيف تختار هذا الخيار؟ اختارت الخيار، وهي صارت باتجاه نصرة الإمام الرضا عليه السلام والتواجد معه. أحسنتم. أدى اليوم نحن إن شاء الله بحاجة أو مندعي، نسأل الله عز وجل أنه يرزقنا معرفة إمام زماننا لحتى نكون من جموع الناصرين والممهدين لهذا الإمام العظيم. أشكر لك أستاذة نعمة حضورك معنا بهذه الحلقة مباشرة من حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أعزائنا المشاهدين، أنتقل إلى زميلي الكريم وأودعكم على أمل اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. في كل عام عندما يطل شهر ربيع الأول تتألق ذكريات مفعمة بشذا الجنات، جنات الفردوس، وترتسم ابتسامات الأمل والشوق على وجوه الزائرين. هنا في هذا المكان المغمور بالنور والأضواء، تتألق القباب وتشع المنائر السامقة، وكما تضيء الفنارات في السواحل البعيدة تسطع المنائر وتشع المآذن وتنطلق الآيات ويرتفع نشيد التوحيد الإلهي. هنا في هذا المكان المفعم بالسلام ترقد سيدة الربيع لتصبح رمزاً للطهر والنقاء وعنواناً للحقيقة والخير والنماء. السلام عليك يا سيدتي، السلام عليك يا فاطمة المعصومة. نستمر معكم مشاهدينا الأفاضل في فقرات هذه الحلقة الخاصة في ليلة وفاة السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وإننا إذ يعتصر قلبنا ألما وحزنا على مصابها سلام الله عليها، لكن أقول سيدتي ومولاتي يا فاطمة المعصومة، نهنه عن وجدك أيتها الصفوة. نعم، رأيت إخوتك وحماتك مجزرين أضاحي، وقدمت إلى قم وأصبت بعلة أياما معدودة حتى وافتك المنية وتوفيت في هذه الأرض المقدسة. لكن سيدتي ومولاتي يا فاطمة،
عندما قدمت إلى هذه المدينة استقبلت أي استقبال، لكن لم تسبي من بلد إلى بلد، لم يروع قلبك بالصياط وسماع صراخ الأطفال والنساء، ولم تدخلي مجلس أشقى من عليها يزيد وهو ينكت ثنايا أبي عبد الله. ولذا قيل عاشت لأيام قلائل تشتكي شوقا وسقما وافتقاد ذويها، لكنها كانت معززة فلم تر شامتا بعيونه يرميها، ومضت ولكن لم يسود متنها، فصياط زجر لم تكن تؤذيها، لم تدم معصمها القيود وما رأت فوق الرماح يشال رأس أخيها، لم تسب فوق العجف من نوق العدا كلا ولا حديت بسب أبيها. سلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور. يسعدني وهو عزة لي أن أوفق للاتصال مرة أخرى بضيفنا في هذه الحلقة، الأستاذ في الحوزة العلمية والخطيب الحسيني سماحة السيد محمد رضا شرف الدين. سماحة السيد، إذا كنتم تسمعون صوتي، السلام عليكم وعظم الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولدي أستاذ حسن، وعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المشاهدين. الله جميعا يحفظكم بهذا المصاب الجليل. الله يسلمكم ويحفظكم سماحة السيد، بارك الله بكم. سلمكم الله. البارحة، ليلة البارحة، وفقنا أن نتكلم عن بعض فضائل ومقامات السيدة فاطمة المعصومة، ولن نوفق في إيفائها حقها. لذلك نود سماحة السيد أن نطلع أكثر في بداية حوارنا معكم على مقاماتها العالية وعلو درجتها، إن تفضلتم سماحة السيد. جزاكم الله خيرا، وإن كان على عجالة بل نعم. المطولات تقصر عن استجلاء لباب مقامها سلام الله سلام عليها الله. إلا أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. جاري في المقام. نعم. أقول إذا تحصل بأننا لابد لنا نعم. من النظر للأحاديث الواردة الكاشفة لنا عن مقامها صلوات الله وسلامه عليها، لأن الواقع في هذه الدنيا كان يضيق عن أن تتجلى تلك العظمة أمام الناظرين بشكل واضح جدا. نعم. حينما ننظر إلى كوكبة من الأحاديث، طائفة من الأحاديث، منها ما رواه الشيخ الجليل المتقدم الشيخ حسن بن محمد بن حسن القمي. نعم. في كتابه القيم تاريخ قم، والذي لم يصل إلينا أصله ولكن وصلت ترجمته. نعم. وقد روى عنه غواص بحار الأنوار شيخنا العلامة المجلسي. نعم. رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. نعم. روي عن عدة من أهل الري أنهم دخلوا على أبي عبد الله يعني الصادق عليه نعم. السلام، وقالوا نحن أهل الري. نعم. فقال مرحبا بإخواننا من أهل قم، فقالوا نحن من أهل الري، فأعاد الكلام، قالوا ذلك مرارا، وأجابهم بمثل ما أجاب به أولا. جميل. ثم قال فقال إن لله حرما وهو مكة، وإن جميل. للرسول حرما وهو المدينة، وإن نعم. لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، نعم. وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي نعم. تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. قال الراوي وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم عليه السلام. جميل. أقول هنا حرم الشيء وحماه هي تلك الدائرة التي تحيط به نعم. وتنسب إليه. جميل. فحرمتها من حرمته.
وهنا نلاحظ بأن كل حرم من الحرم المذكورة في الرواية له مركز يضاف إليه، وهي المناسبة لإطلاق تلك الإضافة والنسبة إليه. مكة المكرمة يتوسطها البيت العتيق، بيت الله، فهي حرم الله. المدينة المنورة تتوسطها الروضة القدسية لأشرف الخلق لرسول الله يعني صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله صلى الله عليه، فهي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. والكوفة مركز حكومة أمير المؤمنين. وفي ظهر الكوفة يقع المشهد العلوي الأقدس، صحيح، موضع دفن أمير المؤمنين. فهي حرمه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعقب الإمام بحسب المروي عنه هنا بأنه كأنه ذكر الحرم الثلاثة تمهيدا لبيان وجود حرم الرابع، وهو منسوب إليهم. حينما يكون المتكلم الإمام الصادق منسوب إليهم، يعني الأئمة، يعني أهل البيت، صحيح، فلنا حرم. ما هو هنا لنا حرام؟ يأتي السؤال عن المناسبة التي جعلت قم حرما لهم عليهم السلام. عليهم السلام، فعطف الإمام عليه السلام الوجه في ذلك. مركز الحرم والوجه المسوغ والمناسبة المسوغة لإطلاق الحرامية كون قم حرما لهم عليهم السلام، مما يصحح هذه النسبة، هو أنه ستدفن فيه امرأة من ولدي، من أولادي، التعبير تسمى فاطمة. والملاحظ هنا كما أشرت بالأمس هو تخصيص سيدتنا دون سواها من الأشراف، مع أن قم المقدسة وضواحيها قد تشرفت باحتضان بقاع مباركة كثيرة. إذن فكون مدينة قم حرما لهم لم يأتي اعتباطا، ولا يكون الحرم حرما لشخص أو جهة إلا مع مناسبة أكيدة تسوغ هذه النسبة. حرم بيتك، حرم دارك، حرم عشيرتك، حرم منطقتك لابد. والمناسبة لهذه الإضافة بحسب مناسبة الحكم والموضوع هو كون المعصومة عليها السلام مدفونة في تلك المدينة. جميل. فهي إذن ممثلة أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. جميل جداً. فيها جميل جداً. هنا نفتح نافذة على قضية أخرى، لقب المعصومة الذي لم يرد في الأحاديث الواردة في كتبنا المشتهرة والمعتبرة. نعم، ورد في بعض الكتب المتأخرة إطلاق وصف المعصومة عليها. حتى إن البعض يعني احتمل أن يكون المقصود بما هو المتعارف في اللهجة مثلا الفارسية المعاصرة، معصوم يعني بريء، في إشارة إلى مثلا كون سنها، يعني هي في ريعان يعني صغيرة شبابها. لكن القضية العصمة اللغوية، العصمة الإصطلاحية مقتصرة على 14. أما سواهم فهناك ما يعبر عنه بتالي المعصوم، يعني هناك شخصيات مقدسة مباركة مطهرة متمحضة في ولائها وعبوديتها لله سبحانه وتعالى، لا ترقى إلى قدسية المعصوم بالعصمة الإصطلاحية، ولكن تلك شخصيات كعلي الأكبر بن الحسين الشهيد سلام. بكربلة يعني كأبي الفضل العباس، كسيدتنا عقيلة زينب سلام الله عليها، زينب سلام الله عليها. بالإصطلاح مو معصوم بالإصطلاح، لكن تالي المعصوم، لكن بمعنى أنه هؤلاء مسلحون بمنحة إلهية وعطية ربانية وقوة قدسية تحجزهم باختيارهم عن المعاصي والذنوب
طبعا ولم تأتي هذه اعتباطا، هذا يأخذ منا إلى هذه. جميل جدا، حتى نغتنم الوقت سيدنا لأنه شوي الوقت ضاق، بدنا نتعرف أيضا على تأثير وجود هذه السيدة على أهل مدينة قم، باعتبار أنهم بعد ما انتقلت هذه السيدة إلى قم ودفنت فيها صار هنالك تغيرات وتحولات في هذه المدينة وبركات وآثار على أهلها، أيضا حابين نتعرف على بعض هذه الآثار. نعم طبعا، انطلاقا من الحديث المذكور أيضا، إذن ببركة وجودها أصبحت هذه المدينة حرما لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنذ ذلك الحين توهجت شمسها وسطعت ذكاؤها في أفق قم، وبالفعل تحولت قم إلى مصدر إشعاع للأنوار المحمدية العلوية الفاطمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى يوم الناس هذا. وهذا فيه من الأسرار ما فيه، والتاريخ شاهد صدق على هذه القضية. بركات السيدة التي حولت المدينة إلى ملاذ آمن يأرز إليه العلم والمعارف وطلابه عبر العصور. هسه في بعض الأحيان تخوف، بعض الأحيان تشتد، تختلف شدة وضعف، لكن بقي الأمر هكذا وبركة وجودها. وهذا المشهد المبارك، هنا قضية هامة، مشاهد أهل البيت عليهم السلام مع عدم وجود مشهد لإمام معصوم فإن مشهد أمثال السيدة المعصومة مثلا، أو المشهد الزينبي في محله، أو المشهد العظيمي للسيد عبد العظيم في الري، يكون سلام الله عليهم أجمعين، يكون نافذة وصلة وصل بينهم وبين مصدر الإشعاع الإلهي. جميل. وبالتالي يكون ممثلا لذلك الوجود. جميل. بما فيه من أبعاد روحانية. جميل. ونفسية وغير ذلك. جميل. هذا جدا ما وجدناه، وإلى يوم الناس هذا. جميل. فكانت قم كوفان الصغرى كما يعبر عن ذلك، كانت حاضرة حاضنة. أيضا استجاب الدعاء سيدنا، لا شك. عدنا دقيقتين، حابين نختم هذا اللقاء معكم بأبيات عندكم. أبيات في مدح وفي فضائل السيدة المعصومة، حابين نختم هذا اللقاء معكم بهذه الأبيات، حبذا لو تفضلوا. من أبيات كتبتها منذ زمن بعيد أعبر عنها، أخاطب أمها أولا، أقول تلد النجوم الشهب طبعا سنة الأفلاك، لكن سمعت بنجمة في ظلمة الأحلاك. لأن اسمها نجمة، اسم الأم نجمة، هي تكتم نجمة، أم الرضا، أم المعصومة، أم الرضا. سلام الله. تلد النجوم الشهب طبعا سنة الأفلاك، لكن سمعت بنجمة في ظلمة الأحلاك، قد أنجبت شمسا فتوهجت قدسا، هي نجمة قد خصها بعطائه المنان، بوركت يا أم الرضا بسمية الزهراء، من توجت من إرثها بالعصمة العصماء، من نورها قبس ما مسها الغلس، فهي البتول تقاصرت عن مجدها النسوان، أنى يجاري فخرها بين الورى فخر، قطر الندى ينمى لها من طهرها الطهر، أخت الرضا تدعى يعنو لها طوعا، كل الوجود بمن طوى في بقعة الإمكان، بأبي التي لما نأى عنها حبيب الروح، هجرت مدينة جدها بفؤادها المقروح، في قلبها الأشواق
فاضت بها الأحداق سيلا ومن عجب يمازج ألهب النيران تحدو لناقتها بلحن يصهر الجلمود أتراك تكحل ناظري يا حلمي المنشود أموت أم أحيا يا ساعة اللقيا أزف الوصال موله أم أبرم الهجران فأتى الجواب من الرضا فأتى الجواب يلفه من عطفه نشر الموت البين دون مرادنا قد أبرم الأمر فتمثل الحوراء في فيضها المعطاء فلأنت زينبي التي وفدت إلى كوفان لبت نداء وليها والعزم يضطرم فغدت ذكاء العاشقين وأفقها قم صحت بها الأخبار عن صادق الأطهار حرم لآل محمد يزهو مدى الأزمان يا من لموسى آل فهر كفه البيضاء ككف موسى المعجز سلام الله. يا من لموسى آل فهر كفه البيضاء نحن اليتامى فانهضي يا أمنا العذراء يا الله. أزرت بنا الأهوال جئناك بالآمال أحزاننا لا تنقضي أحزاننا لا تنقضي وشجاؤنا أشجان أحزاننا لا تنقضي وشجاؤنا أشجان الله الله الله. طيب الله أنفاسكم سماحة السيد أسماعكم وأنفاسكم ولدي في الواقع بارك الله بكم سماحة السيد كل التحايا لكم للأستاذ جعفر للأحبة جميعا خلف الكواليس لكم إن شاء الله عندنا زيارة للسيدة المعصومة بالنيابة عنكم في هذه الليلة إن شاء الله جزاكم الله خيرا لا حرمنا الله من شفاعتها يوم القيامة إلى إلهي آمين كل الشكر لكم شكر لكم نلقاكم إن شاء الله في مناسبات أخرى أحسنتم أحسنتم طيب الله أنفاسكم الله يحفظكم سلمكم الله مشاهدينا الأكارم إذن وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات هذه الحلقة وهذه التغطية في هذه الليلة الأليمة ليلة وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها ما زارها مكروب إلا وفرج الله كربه ولا مهموم إلا ونفس الله همه كيف لا وهي بنت باب الحوائج الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه كيف لا وهي أخت أنيس النفوس الإمام الرضا سلام الله عليه شمس الشموس كيف لا وهي عمة الجواد الذي ما زاره أحد وطلب حاجة إلا ولبيت حاجته كذلك هذه السيدة اقتبست هذه الأنوار من أبيها وأخيها وابن أخيها فما زارها مكروب إلا ونفس الله كربه وما طلب منها حاجة إلا وخرج الزائر وحاجته مقضية ببركة هذه السيدة الجليلة وهذا المقام المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا معرفتها وشفاعتها في الدنيا والآخرة إن شاء الله مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم غدا في الحلقة الختامية من هذا البرنامج الخاص غدا صباحا إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله وحفظه ورعايته.